بص بقى، انا حضرتك هتشرح لي. تمام. حاول تثبت البينوكلرز في منتصف العينين بالظبط، اهو تمام. وتبص عندنا مثلا في تجمعات هنا، في مجموعتين للفلامينجوس، في مجموعه في الاول وفي مجموعه في الاخر وفي مجموعه في نص ثلاث مجموعات. وايه اللي قدامي ده؟ اللي قدام ده نوع من ده انواع حمام ده النوارس، ولا ايه؟ نورس. اه نورس نورس. هتلاقي جهلي بقى. التجمعات الكتيره اللي هي هناك ديت الخاصه بطيور ده الفلامينجوس الفلامينجو. او البشر. وفي فعلا اللون اللي حضرتك قلت ده فيه اللي هو وردي، بيكتسبه من الغذاء اللي هو بياكله من البحيرات اللي يعني هناك. ده مش لونه الاصلي لا، بره هو في ابيض بلاده. ابيض في بينج. هو اوريدي فيه اتنين فلامينجوس على مستوى العالم، ايوه فيه اللي هو الليزر فلامينجوس اللي هو كله بينك، ده ما بيجيش عندنا، اللي هو من بدايه المنقار او البيل بتاعه لحد الليجز بتاعته، ده بينك، ده ما بيجيش عندنا. لكن ده اللي موجود اللي هو ابيض في بينك اسمه الجريتر فلامينجوس او البشروش. فيه منه هتلاقيه مختلف شويه، ده اللي هو الجوفونايل او اللي لسه ما بلغش، هتلاقي عمره لازم يتجاوز سنتين فاكثر عشان يبدا يظهر له اللون الابيض الفائع والبينك، بيبقى لونه مائل للرمادي وعنده اسود في النص، ده لسه عمره لم يتجاوز السنتين، ده اسمه الجوفونايل او اللي لسه ما بلغش يعني. صغير. استاذ احمد انا بشكرك جدا، ويعني جوله تثقيفيه رائعه، ربنا يخليك. واكيد بعد ما المشاهدين هيشوفوا الكلام اللي حضرتك قلته تمام، كله لازم يجي ان شاء الله ويتابع. في يوم عظيمه جدا وفيها سياحات مختلفه كتير، وعلى اهمها مشاهده مراقبه الطيور، فيها تنوع عندنا في الفيوم لا يقل عن 200 بيسز او 200 نوع ما بينهم مقيم ومهاجر. شكرا يا فندم. عفوا يا شكرا فندم، صح. ربنا يخليك. عاوزه؟